إذا حلفت بالله أن أعمل شيئا ولم أعمل، هل علي كفارة يمين؟ وإن كانت نقود فكم أدفع بالرياء بكل حلف؟ جزاكم الله خيرا. من حلف على شيء أن يفعله أو حلف على شيء أن لا يفعله وخالف يمينه فإنه تجب عليه الكفارة. قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذا فيه أن اليمين المعقودة على أمر المستقبل ممكن تجب فيه الكفارة إذا خالف يمينه، وهي كما بينها الله: إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام وهو بمقدار 1.5 كيلو تقريبا، أو كسوة 10 مساكين، لكل مسكين ثوب أو عتق رقبة. هذه الأمور مخير بينها، فإن لم يجد شيئا من هذه الأمور 3 فإنه يصوم 3 أيام. وإذا كانت الأيمان المتكررة على شيء واحد قبل التكفير، يعني كررها على شيء واحد قبل التكفير، كان يقول والله لا أدخل هذا البيت، ثم يقول والله لا أدخل هذا البيت، ثم يقول والله لا أدخل هذا البيت، يكرر ذلك، فإن بكل يمين كفارة. أما إذا فإن هذه الأيمان تتداخل فيها كفارة واحدة، لأنها على شيء واحد. ففي المثال الذي ذكرنا عليه كفارة واحدة، لأنها أيمان مكررة على شيء واحد قبل التكفير ففيها كفارة واحدة. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، كان يقول والله لا أدخل الدار، والله لا أركب السيارة، والله لا أكلم فلانا، فهذه أيمان على أشياء متعددة، يجب بكل يمين كفارة مستقلة، يكون عليه كفارات بعدد الأيمان على التي حلفها على أشياء مختلفة. وكذلك إذا كرر اليمين على شيء واحد بعد التكفير، لأن حلف لا يفعل هذا الشيء وكفر، ثم حلف لا يفعله مرة ثانية، فإنه يجب عليه كفارة ثانية، وهكذا. جزاكم الله خيرا. هل الكفارة نقود أو شيء آخر كما سألت شيخ صالح؟ الكفارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، إطعام 10 مساكين، إخراج طعام نعم بمقدار 1.5 كيلو لكل واحد. نعم. من 10، نعم. 15 كيلو على 10 فقراء، كل واحد 1.5 كيلو، أو كسوتهم إعطاء كل مسكين ثوب من 10، يعني 10 ثياب ل10 مساكين، أو عتق رقبة، أي إعتاق عبد مملوك، إعتاق عبد مملوك، يعني يشتريه ويعتقه، أو إن كان ملكا له أعتقه. فإذا لم يجد شيئا من هذه 3 فإنه يصوم 3 أيام. أما إخراج النقود فإنه لا يجزي، لأنه ليس إطعاما وليس كسوة وليس عتقا وليس صياما، فهو لا يجزي.